مرة أخيرة برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة حلقتنا النهاردة، فقرة السياحة والأثار. وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن الأديرة القبطية اللي نشأت على إثر هجمات البربر. هنعرف بشكل تفصيلي طبعا عن منطقة وادي النطرون مع ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف، باشمهندس عاطف عوض، أستاذ العمارة القبطية بمعهد الفرنسيسكان ومعهد الدراسات القبطية. برحب بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك. يا صباح النور. هنتكلم مع حضرتك في البدايه طبعا ونتكلم عن الناحيه التاريخيه عن هجمات البربر وعلى وادي النطرون بشكل يعني تفصيلي، ونتكلم عن نتائجها ونتكلم كمان عن احداثها. بصي، هي يعني هجمات البربر كانت مؤثر فعال جدا في انتشار اباء البريه في مصر ككل. نعم. في الهجمة الأولى، البربر بداية هم سكان الواحات الداخلية اللي هي حاليا دلوقتي معروفة بسيوة وأم الصغير، جارة أم الصغير. فكان ليهم نمط معيشة خاص، إن هم بيجوا في وقت معين وبيروحوا خارجين بالمواشي بتاعتهم للرعي. ففي مجموعة واحات تعتبر إلى حد ما واحات مهجورة، زي واحة العرج والبحرين، سترة، نواميسة، في واحة شمال وادي النطرون على طول برضو من الواحات المهجورة اسمها واحة المغرة، حاليا دلوقتي بيعملوا فيها استصلاح بضاعه. المهم ان هم بيسيبوا مواشيهم في الحتت دي ويدوروا، يعني نقول ياكلوا عيش، يعني يعملوا شغل تاني جنبها. من ضمن اللي حصل ده بقى هجماتهم على وادي النطرون. ما كانوش يقدروا يطلعوا على الشمال، الشمال كان فيها مدن وحاميات واللي هي الساحل الشمالي. على طول كانوا شغالين في الجزء الداخلي. عملوا الغاره الاولى المشهوره المسجله، طبعا في غارات صغيره الكلام ده غير مسجل، لكن الغارات المسجله اللي هي من الهجمات الثلاثه اللي حضرتك يعني الشهيره للبربر اللي حضرتك هتكلمنا عنها. ايوه، الهجمات دي كانت هجمات دمويه. الهجمه الاولى كانت 407، وبعدها في 27 سنه سنه 434، واللي بعدها سنه 444، بعدها ب 10 سنين يعني. في الهجمات دي اللي نعرف فيها استشهاد القديس موسى الاسود وال 49، لكن عملت ايه بقى الهجمات دي؟ ان شل اباء من اباء البريه ينتشروا في مصر ويهاجروا من وادي النطرون. من الاماكن بقى اللي بقت الاماكن الهروب في الصعيد، راحوا على المنيا، وده راح الانبابشوي والقديس يحنس القصير. على ترى راح الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، وانتصروا ما بين ترى وطموق في الرهبنة بتاعته. الأنبا يحنس القصير ساب الأنبا شوي في أنصنة المنيا، وطلع راح على جبل كاليزما، أو جبل اللي احنا بنعرفه دلوقتي باسم الكولزم، اللي هي تعتبر جبال العين السخنة حاليا. وانشا هناك رهبنه. بعض الاباء التانيين دخلوا في عمق سينا زي الانبا سلوانس، الانبا سلوانس الكبير، وبقالوا رهبنه هناك في منطقه قرب الثور، منطقه الثور. فدي الاماكن اللي حصل فيها انتشار المتفق علينا احنا دلوقتي نتكلم عنه، اللي هو شخصيه الانبا يحنس القصير. بالظبط. ونعرف كمان الأديرة اللي أسسها القديس يحنس القصير. حاليا هو أما راح مع الأنبا بشوي أسسوا هناك رهبنة في جنب ملاوي كده في منطقة أنصنة، وما بين يعني يعتبروا جنب دير البرشا، بينهم ودير بين الدير اللي اتعمل وبين دير البرشا حوالي 5 كيلو، هم 300 400 متر كده، منطقه رهبانيه ضخمه جدا. في انصنه مش هي الدير الحالي او الكنيسه الحاليه اللي بنشوفها باسم دير الانبا يحنس القصير، لا، ده في تجمع رهباني جوه الجبل. كان في الزمن القديم لقيها في المخطوطات باسم دير النعناع.
وعلى فكره حصلت مشكله قريبه باسم بسبب موضوع النعناع ده، لانه قرروا المحافظه غيروا اسم البلد، من رغم انه تقريبا 100% من سكانها مسيحيين، يسموها بدل دير الانبا يحنس يسموها قريه النعناع. فاترفض الكلام ده واتوافق على القرار ده ولا لسه؟ يعني مجرد بس خلاص اتلغى، قامت مظاهرات واعتراضات وكده واتلغى. تمام. المهم انه جنب الانصنه في بقى مغاره او كنيسه صخريه محطوطه في الجبل، اللي هتلاقي الانبا صمويل السرياني مسجلها في الكتاب بتاعه اللي هو كنائس الاديره القديمه. فيها رسومات، فيها جداريات، فيها شغل قديم يرجع للقرن الخامس والسادس، وفي شغل اتعمل هناك يعني كليدة شهير هي ده، يعني حاجة من القرن التسعتاشر، كرام أستاذ في القبطيات، إبلين هوايت، الأب مارتان، ومؤخرا يعني لغاية قريب كان أوتو ميناردوس وبيتر جروسمان برضو اشتغل هناك، واخرهم كانت بعثه ايطاليه. طلعوا من هناك مشط جميل جدا، مشط عاج فيه عليه شغل اكثر من رائع. هو وان كان في نسخ منه موجوده في بعض المتاحف، يعني سواء المتحف الاسلامي المتحف القصري كده، لكن من الحاجات اللي طلعوها وطلعوا فيها شغل ونشرها دكتور جوده جمره. المكان اللي هناك ده دي البقايا اللي فيها، لكن حاليا اللي شغال المكان العامر هو الكنيسه اللي موجوده في البلد. سافر بقى الانبا يحنس من هناك، راح على القلزم. القلزم الصور اللي بتتعرض دي لدير القلزم. هو انا بقولها قلزم لكن النطق الصح بتاعها كاليزما. القلزم دي نطق عربي للكاليزما، ومتأثر باسم بلد موجودة في السعودية اسمها الكلزم، لكن كاليزما كل أو سل، دي جاية من كلمة لاية كل أو سل زي كلية عندنا. والكاليزما هي مقطعين بمعناها أرض الألالي، اللي فيما بعد سميات الجلالي اللي بقت حرفت عربيا وبقت الجلالة، اللي هي الجبال الجلالة اللي موجودة في البحر الأحمر. واسم كاليزما ده كان اسم مش يطلق على مدينة أو على حتة، لا ده يطلق على إقليم. يعني إقليم كاليزما كان هو إقليم البحر الأحمر، ده المسمى في الزمن ده من الزمن اليوناني لاسم لمنطقة البحر الأحمر. فكان يطلق عليها كاليزما على الإقليم ككل. زي دلوقتي ما نقول أنا مسافر البحر الأحمر، البحر الأحمر دي ممكن تبقى السويس، وممكن تبقى الغردقة، ممكن تبقى برنيس، يعني كل، فهو ده النمط القديم في التسمية. عند الفيصل في الموضوع هنا هو ده حاليا معروف باسم دير البركة، إنه في الأب سيكار في حوالي تقريبا سنة 1710 جه مصر زيارتين أب سيكار اليسوعي علشان يحقق رحلة بني إسرائيل في الخروج، فخد مسارين، مسار من الشمال اللي هو حاليا دلوقتي الوادي بيتحول لطريق السويس، ومسار من الجنوب اللي هو بيروح على دير الأنبا أنطونيوس الكريمات، هو وادي الكريمات. تمام. خد المسارين يشوف احتمالية انه بني اسرائيل يكونوا خرجوا من مسار من المسارين دول. فيلم بيحكي قصته اللي هو في النشر بتاعه، انه راح على دير الانبا أنطونيوس وهناك لقى الرهبان الاقباط حسب وصفه، المتخلفين، الفقراء، يعني الجهلاء. فاخدوه ودوه لدير وقالوا له ده بتاع يحنس كلوبس، فهو اعتقد ان هم جهله مش فاهمين، فقال لك يبقى هو راح مسجلها عنده يحنس او جون كليماكوس، بدل جون كلوبس بقى جون كليماكوس على التقارب التشابه. جون كليماكوس يعني يوحنا الدرجه،
جون كلوبس اللي هو يوحنا القصير او يوحنس القصير، لان احنا في سيره تليماكوس ما لقيناش خالص انه له دير في عبر البحر الاحمر، يعني بالزبط. في مصر جوه مصر نعرف ان هو رئيس دير سانت كاترين، ونعرف حكاياته له مكان في منطقه راتيو او راتيو اللي هي الطور في جنب دير سانت كاترين، لكن ما نعرفش ان هو له دير في مصر. اللي نعرف هو سقيم هو الانبا يوحنس القصير. حتى رحلات كلوبوس اللي هو ترجي مذكوره، لانه في ذاكر في الكتاب اللي هو عمله اللي هو كتاب الدرجي اللي هو الدرجات الى الملكوت، هم 30 درجه، ذاكر في درجه منهم رحلته لاسكندريه، يعني حتى الرحله مش الاقامه والدائريه، فذاكر رحلته لاسكندريه وزيارته لدير السجن اللي هو دير الميتانويا او دير في طابو اير، ميتانويا بمعنى التوبه يعني. المهم انه اول من ذكر ان في الحته دي دير الدرجي كان هو سيكار، وسجلها على كتابه بايه في كتاب اسمه طيبه، سجل فيها ان ده دير الدرجي او كليماكوس، وانتشر بعد كده اسم الدرجي اللي وصل لنا. لكن بالتبع بس الدير يعني ده موجود ناحيه الجنوب ناحيه البحر الاحمر. الصور اللي انت شفتيها دي في الدير، الدير ده تأكيدا تاريخيا لاقي انه الانبا ارسانيوس معلم اولاد ملوك، انا لسه بقول ان هو كان مقيم في تورا دير البدل او دير اللي هو القصير، لاقي انه في اواخر عمره يعمل زياره يزور فيها تلاميذ معلمه، لانه الانبا يوحنس القصير هو معلم الانبا ارسانيوس معلم معلمه الروحي طبعا. المهم انه في زيارته بنلاقيه انه راح على منطقه كاليزما، ده تاكيد على ان يوحنس القصير برهبانته في منطقه كاليزما اللي هي منطقه اللي حاليا دلوقتي بنسميها الدرجه، ويطلع من هناك ياخد المركب من الفرمه يروح على اسكندريه. فده تاكيد لوجود الانبا يوحنس وتلاميذه، بس مش في المنطقه دي، مش بس كده بقى، لا سيره الانبا يوحنس كمان انه دفن ومات في الـ اسف يعني اتنيح ودفن في المكان ده، حتى بنلاقي قصه انه ما اتدفنش في الدير نفسه، لا اتدفن في مكان قريب من الدير، حطوا جسده على حمار ومشيوا مسيره يوم، وحطوه في حته زي الكاتاكومب محفوره مسبقا تحت الارض. في بعثه المانيه كانت وصلت ان في كاتاكومب موجود قرب مدخل المدق القديم طبعا بتاع دير الانبا بولا، يعني في نفس منطقه جبال الجلاله. فنقل بعد كده يعني تقريبا نقل بعد 400 سنه، يعني النياحه كانت 409، نقل الجسد 804. نقل الجسد بتاعه راح على الدير بتاعه في أديرة وادي النطرون، هو في دير بالزبط. من ضمن الأديرة القديمة الخاربة حاليا دير لما يحنس القصير. الصور أنا يعني اللي بتعرض دي المناظر جوه دير الدرجة، الكنيسة اللي كانت فيها بالقلايات بتاعه ده، ودي الصور الآباء اللي فيها دول دول آباء دير الانبا بولا في البحر الاحمر. بالظبط، لانه الدير اللي حضرتك ذكرته يعني طريق الجنوب. تمام. نعم. لا هو كان خارب، وبعد بس في فتره من الزمن يعني اللي حصل انه لما كانوا بيعملوا مدينه الجلاله فوق والطريق الجديد بتاع الجلاله، فكان ضمن التخطيط انه هيخترقوا منطقه الدير. منطقه الدير كان في اب اسمه الاب مارتان في بدايه القرن الحالي عمل نشر علمي للدير، ولد نشر كامبل فرنساوي ونشر في مجله جمعيه الاثار القبطيه على الالالي اللي موجوده وفيها كتابات قبطيه. لاحظي ان انا بقولها على اسمه القديس يوحنا الدرجي، هو يوناني، والكتابات اللي هتكون موجوده وتلامذته لازم هيبقوا يونانيين.
لكن انا بلاقي جوه دير الدرج دوت كتابات قبطيه. وهو الدير ما هو بالمعنى الدائري القديم، بمعنى ايه؟ انه عباره عن مجموعه قلالي في الجبل ومكان مغاره كبيره شويه معموله ككنيسه، وتحت في دير ميه بمكان زي طقوس. دي اتعرض على الشاشه ده اللي هو الكنيسه، حتى الرهبان والدير هناك بيقيموا قداس فيها. وزي ما قلت تحت في زي ما يشبه الحصن او مكان الضيافه كبير للي جايين للدير. الطريق للاسف الطريق اللي اتعمل بتاع الجلاله قسم ده نصين ومحى المكان بتاع الضيافه، ويا دوبك ساب مكان البير بنخله جنبه كده هو، وقضى على الجزء السفلي من البير، لكن جنب طريق العين السخنه، طريق الساحلي بتاع العين السخنه. فوق بقى وهم بيعملوا مدينه الجلاله ابتدوا يرموا الكسر اللي بيتعمل من الطريق العلوي والمدينه، يترمى الكسر على وجهه الجبل. قد ينزل على المغارات والمنشوبيات الدائرية يشدها ويكسرها. رحنا زيارة مع الأنبا بولا، كما أسف الأنبا دانيال أسقف دير الأنبا بولا، مع بعض الرهبان. وزرنا هناك كان وزارة الدفاع، مسؤولين وزارة الدفاع بدون تحديد بالظبط مين، اللي هم مسؤولين عن أعمال مدينة الجلالة. وخدنا وعود انه هيتم انه لا يتم الحفاظ عليها، لان ده موقع متفرد من القرن السادس. ومدينه السويس فقيره اساسا في اثارها، يعني وفيها منطقه حتى منطقه اسمها تل القزم ده قريبه لم يحفظ بعد او لم يستدل ايه اللي فيه، ومنطقه ثانيه للتعدين والمينا موجوده. أول طريق العين السخنة يوديه من العصر الفرعوني والمنطقة الرهبانية اللي هي دير وتم دا. بالفعل تنفيذ الوعود يا باشمهندس ولا لسه ما فيش أي حاجة حصل؟ للأسف لم يتم، تم العكس. أنا للأسف أنا يعني وقت فقرتنا انتهى. حاضرين بس اتفضل. اللي حصل إنه الكنيسة اللي مورس فيها اللي أنت الصور اللي اتعملت له الجاز دي في غفلة من الزمن اتحرقت، لانها اتحرقت وابتدى من اماكن الدير، وجزء كبير من الارض دي استولت عليه ارض شركه سياحيه وعملت فيها او عشان يتعمل فيها منتجع، وبالتالي انتهى اي اثر في المكان ده وقضي على موقع يعني كان يصلح برغم النشر العلمي ليه كان يصلح ان يكون مكان رائع ضمن مناطق الدائريه في مدينه السويس. طيب احنا بنعتذر من حضرتك يا استاذ يا باشمهندس عاطف، يعني للاسف وقت فقرتنا انتهى، بس اكيد هيكون لينا يعني كلام عن هذا الموضوع ايضا الخاص بالاجيره اللي تاسست نتيجه هجمات البربر. احنا كده خدنا ضوء على شخصيه واحده اللي هو يحنس القصير وده على مدار الحلقات الجايه يكون لينا اكيد يعني تفاصيل اكتر ويعني نستكمل موضوعاتنا. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس عاطف عوض أستاذ العمارة القبطية بمعهد الفرنسيسكان ومعهد الدراسات القبطية، بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله هنكمل باقي كلامنا عن الأديرة اللي تأسست نتيجة هجمات البربر. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح نور.